انت بقى بتحب تلعب ايه؟ بتحب تلعب جون؟ ليه؟ بلعب جون. مش جده بيلعب جون؟ لا ممكن. ها؟ بتحب تلعب ايه؟ فيرود. فيرود؟ طب ما بتلعبش باك ليه؟ ها؟ قول لي بقى. ها احسن احسن احسن، برافو، تمام 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 تمام. وانت اسف نفسك تلعب فين؟ عايز العب في الاهلي. وبابا بقى ما يتكلمش عشان كل مره بيقول لي حاجه انا بسمع كلامه. برافو حبيبي، برافو. احسن احسن احسن، برافو، تمام 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 تمام. انت سيف نفسك تلعب فين؟ عايز العب في الاهلي. وبابا بقى ما يتكلمش عشان كل مره بيقول لي حاجه انا بسمع كلامه. احنا بنلعب نبروه في نبروه، وبنلعب بره ملعبنا بونت طبعا، طعم الفوز لينا الحمد لله. وبعدين هي المنافس الوحيد لينا. الماتش اللي فات كان عندنا بالاس، الحمد لله تعادلنا 1-1 في الدقيقة الأخيرة الحمد لله، وربنا يكرم إن شاء الله الفترة الجاية وبإذن الله نصعد إن شاء الله في الدنيا. أنت بقى بتحب تلعب إيه؟ بحب تلعب جون؟ ليه؟ بلعب جون. مش جده بيلعب جون؟ لا ممكن. ها؟ بتحب تلعب إيه؟ فيرود. فيرود؟ طب ما بتلعبش باك ليه؟ قول لي بقى. بلعب. يعني انت بتحب تجيب اجوان؟ احنا زعلانين وصعبان علينا النادي الاهلي، النادي الاهلي ادينا كل حاجه لكن احنا وصلنا بحق.